Floyd is transmitted and dimension to every point of the Floyd and to the walls of the container. فعلت باسكال تقول انه اي تغير في الضغط اللي بيسلط على صناعة معين راح ينتقل بدون اي حدود الى كل نقاط الماء وحتى الجدران الوعاء اللي يحتوي هذا الماء. بي ان يساوي نت بي اوت. بي ان يساوي نت بي اوت معناه انه اف على اي 1 يساوي اف 2 على اي 2. لذلك راح نقدر نوجد علاقه بين القوه الثانيه الى القوه الاولى عباره عن النسبه بين السطحين، مساحه السطح الاول الثاني الى مساحه السطح الاول. F2 تساوي F1 في A2 الى A1. هذا هو قاعده باسكال، انه اي تغير بالضغط مسلط على مائع ما راح ينتقل بدون كل نقاط المائع وحتى جدران الوعاء اللي يحوي هذا المائع. عندنا قاعدة باسكال للمواقع انتشرت انتشار كبير بتصميم الهيدروليك بريس تسميه الكمبريسر او الضغط لما احنا حتى بالعربي نسميه بريس لما نضغط جسم معين جيب السياره اللي يرفع السياره والريموت كنترولز. الشكل هذا يوضح لنا شكل توضيحي للبرنسبل اوف هيدروليك بريس. البريس مثل ما تشوفون انه عندنا مرات اجسام نضغطها يحتاجها الى جهاز للضغط. هذا الضغط هو يعتمد على قاعده باسكال انه مساحه صغيره هو عباره عن بيستمين بيناتهم اندوب ينقل الضغط او السائل المائع بين البستم الاول الصغير والبستم الثاني هو الكبير. هنا حسب قاعده باسكال من سمول اريا يصل الضغط راح ينتقل هذا الضغط ويكبر لان المساحه هنا تكون اكبر. باسكال برنسبل فايند وايد سبيد ابلكيشن ان ذا ديزاين اوف هيدروليك بريس جيكس وريموت كنترولز. Figure 5 is a schematic diagram illustrating the principle of hydraulic press. The mechanism that generates a large force in such a press consists of two cylinders. يحتوي على اسطوانتين وبي بيستن او مكبس one small and one large. واحد اسطوانه صغيره بها مكبس يكون على قد حجمها واسطوانه كبيره في مكبس ثاني على قد حجمها ايضا. The cylinders are filled with an uncompressible fluid. يكونوا مملوئين بمائع غير قابل للضغط. مائع غير قابل للضغط مثل الزيت مال السيارات كما نستخدم في الجيت. And they are connected by a pipe ومتصلين بانبوبه. By pushing down on the small piston لما نضغط نسلط الضغط على البستم الصغير اللي موجود في الاسطوانه الصغيره increase the pressure in the fluid زيدنا الضغط في السائل معها this increases the force on the large piston راح يزيد القوه المسلطه على البستم الثاني. Since the pressures on both pistons are the same بما انه الضغط مساوي على البستمين او المكبسين the force on the pistons are in the ratio of the area of their faces. بما ان الضغط واحد لكن المساحه تغيرت بس a small force on the piston المكبس الاول قوه صغيره على المكبس الاول الصغير راح تولد منه قوه كبيره على البستم الكبير. عرفت شلون؟ استفادينا من هذه القاعده انه سلطت قوه صغيره على مكبس صغير هذه القوه انتقلت
بواسطة المائع الموجود، وقلنا تنتقل بالتساوي وبجميع الاتجاهات. انتقلت وين؟ إلى سطح البستون الثاني اللي بيكون مساحته أكبر، لذلك سلطنا ضغط على مساحة أيضا أكبر، هتكون هنا كبرنا القوة بين صارت القوة صغيرة فصارت على قوة كبيرة. هنا مثال: the radius of the small piston نصف قطر المكبس الموضح بالشكل هذا هو واحد السمول الصغير هو 1.5 سنتيمتر، and that of the large piston المكبس الكبير كان نصف قطره 7 سنتيمتر. If you exert a force of 300 newton on the small piston, إذا سلطت قوة مقدارها 300 نيوتن على البستون الصغير، what force will this generate on the large piston؟ إيش قد راح تولد لنا قوة على البستون أو المكبس الكبير؟ هنا معناها شنو؟ قلنا بالمعادلة F1 على A1 تساوي F2 على A2. هذه قاعدة فاصلة. F2 تساوي الثاني راح تساوي لنا قوة مسلطة المكبس الصغير مضروب بالثاني إلى الأول. الثاني إلى الأول يعني عبارة عن ضرب وسطين في الطرفين. هنا الـ F2 راح تساوي لنا باي آر تربيع على باي آر تربيع للأول. نلاحظ أنه سلطة قوة مقدارها 300 نيوتن على مكبس صغير نصف قطر 1.5 سنتيمتر ولدت لي قوة مقدارها 6500 نيوتن على المكبس الكبير اللي نصف قطر 7 سنتيمتر. لذلك قدرت أنه أستخدم هذه الطريقة لكبس مواد أخرى أو لرفع العجلة بواسطة الجيك. مبدأ الجيك هو الهيدروليكي مو هذا الميكانيكي. هنا نتكلم من كل كلمة جيك، طبعا انتم تعرفون هذه اساس اغلب السيارات المستخدم بها هو جيك ميكانيكي، يعتمد على حلزون دوار وشكل ميكانيكي يرفع السيارة. لكن في المركبات الكبيرة او لما في الورش يستخدم جيك هيدروليكي. الجيك الهيدروليكي هو اللي نتكلم عنه هنا في هذا المبدأ، هو يستخدم مكبس صغير انت بتحرك العجله مالته تسلط ضغط صغير على مكبس صغير بيولد لنا ضغط كبير على المكبس الكبير هو اللي يرفع العجله هذا مبدا عمل الجيك الهيدروليكي. دكتور، يعني نعرف انه هذا السؤال على هذا الموضوع، اذا لقينا بالسؤال اثنين اقول تين. لا، هو ينتج قوة يطلب القوة الثانية. يعني ما ينطيهن اثنين المعلومات، يعني واحدة مجهولة وواحدة معلومة. واحدة مجهولة وواحدة معلومة، يعطينا مساحة أو يعطينا نصف قطر مال المكبس الأول والمكبس الثاني. يريد إذا سلطنا قوة على المكبس الصغير شقد مقدار صغير شقد ولدت لنا قوة على المكبس الكبير. يعني عندك هاي المعادلة هذه F2 تساوي لنا F1 في A2 على A1. أي واحد منهم مجهول ممكن توجده. يعني ممكن أنا أقول لك عندي قوة صغيرة 10 نيوتن سلطتها على مكبس وحصلت على قوة كبيرة مقدارها 100 نيوتن. وكانت مساحة سطح المكبس الصغير كذا، أوجد لي مساحة سطح المكبس الكبير. إيش قد لازم أكون أصغر مساحته أو نصف قطره حتى أحصل على هكذا نسبة للقوة من 10 نيوتن إلى 100 نيوتن مثلا. هنا مثال ثاني حيوضح لكم أكثر. هنا كار ليفت جيب السيارة يوز في سيرفيس ستيشن في محطة خدمات السيارات. استخدم جيب هيدروليكي كومبرست اير اكسيرت فورس اون ا سمول بيستون. هنا القوة مسلطة في هذه المحطات شفتون مو ميكانيكية باليد الحركة، وإنما شنو يستخدمون؟ يستخدمون هواء مضغوط هو اللي يسلط قوة على السيستم الصغير that has
a section and of radius 5 centimeter. What's the profile? 5 centimeter. The pressure is transmitted by liquid to a piston that a radius of 15 centimeter. أنتوا في محطات غسل السيارات إذا أحد منكم عنده سيارة أو شايف هذا الشيء إنه السيارات مرات محطات ترفع السيارة كلها في بستم واحد في الوسط بستم واحد عمود واحد في الوسط يرفع المياه إلى الأعلى هذا هنا أنا بعطيك إياه كمثال إنه نصف قطرة 15 سنتيمتر هذا المكبس الكبير بينما المكبس الصغير مالته كان شيء قطرة نصف قطرة 5 سنتيمتر يصل الضغط بواسطة شنو؟ هواء مضغوط من الدريسان هواء مضغوط يفتح الهواء هيروح الهواء يمين يضغط البستن الأول الصغير هذا البستن هينقل ضغط هذا الصغير بواسطة سائل اللي هو الزيت راح ينقله إلى المكبس الكبير ويولد لنا قوة عالية ترفع لنا المركبة بسهولة. What force must the compressed exert to lift a car 13,300 newton. يريد ايش قد القوة تسلطها على المكبس الصغير حتى نرفع سيارة وزنها 13,300 newton. What air pressure produces this force? عندنا المعادلة قلنا F2 تساوي لنا F1 في A2 على A1 هنا المجهول شنو؟ ال F2 موجودة اللي هي وزن عجلة أنا يزيد أسلط قوة حتى أقدر أرفع هذه العجلة اللي وزنها كذا 13,300 لا هنا فعندي ال F2 معلومة ال F1 مجهولة عندي ال A2 وال A1 بطين نصف القطر إذا أقدر أحسبهم هو المجهول هو ال F1 ماذا ممكن أعيد ترتيب المعادلة بحيث تكون F1 تساوي لنا A1 على A2 في F2 هنا 5 نسبة ثابتة في مربع نصف القطر القسم الأول الصغير على 5 في نصف مربع نصف القطر المكبس الكبير مضروبة في شنو؟ القوة اللي أحتاجها اللي هي 13,300 نيوتن اللي هي الـ F2 إذا راح أوجد إنه أحتاج قوة مقدارها 1.48 × 10³ نيوتن حتى أقدر أحصل على هذه القوة الكبيرة اللي ترفع العجلة تعادل وزن العجلة الضغط شو يساوي الضغط؟ قاعد كاتب لازم يكون ضغط الهواء حتى أحصل على هذه القوة الصغيرة اللي هي 1.4 × 10³ نيوتن الضغط شو يساوي لنا؟ القوة على المساحة عندي مساحة السطح معلومة عندي القوة أقدر أوجد الضغط اللي هو لازم يكون الكمبريسر يحتوي غاز أو هواء مضغوط إلى 1.88 × 10⁵ باسكال 1.88 × 10⁵ باسكال واضح السؤال طلاب طلاب اي نعم دكتور يعني هي معادلة بسيطة قاعدة باسكال انه النسبة بين القوتين تساوي النسبة بين المساحتين هنا عندنا قدرت اوجد القوة اللي لازم استخدمها حتى احصل على قوة تقدر ترفع السيارة اللي وزنها 13,300 نيوتن وجدت ان القوة اللي احتاجها تساوي 1.48 × 10⁶ نيوتن وجدت انه ايضا احتاج ضغط هواء مضغوط الى مقدار 1.48 × 10⁵ باسكال حتى اقدر اولد هذه القوة على البستون الصغير السؤال لحد هنا طلاب
دكتور بس سؤال، إذا مثلا زحمة تفضل يا دكتور. محاضرة هاي داخلة بالامتحان، لأن أنا لا، ما ساحبها داخل بس اللي الامتحان. ممكن. انا قلت حددت لكم الامتحان الى حد المحاضره السابقه، اللي هي المحاضره السادسه كانت قوانين نيوتن. جيد دكتور، بس القانون شلون رتبته؟ صارت اي 1 على اي 2؟ عندنا العلاقة، شنو قانون باسكال؟ قوة الأولى على المساحة الأولى تساوي القوة الثانية على المساحة الثانية، هذا هو قاعدة باسكال، احفظي هذه. هذه هي العلاقة، واضحة؟ إيه القوة على دكتور. القوة الأولى على مساحة القسم الأول، المقبس الأول، تساوي القوة الثانية على مساحة المقبس الثاني. هذه هي العلاقة اللي هي عبارة عن قاعدة أو قانون باسكال. هذه عبارة عن طرفين، أي واحد منهم مجهول أقدر أوزنه بواسطة ضرب الوسط بين الطرفين، سواء كانت مساحة أو قوة. أي واحد منهم مجهول أقدر أنا أرتبها بالطريقة اللي بحيث يكون المجهول هو قبل المساواة. واضح؟ يعني ممكن أوجد مساحة المقبس الصغير، إذا لازم يكون مساحة المقبس الصغير حتى أقدر أحصل على هذه القوة. أقدر أوجد أي 1 أو أقدر أوجد أي 2 أو أي اف 1 أو اف 2. واحد منهم يكون مجهول. أنت بعد حافظ هذه المعادلة الأولى، أحكم الأولى أحسن لكم، اللي هي هذه. طلاب للامتحان وتطبيق الأسئلة أحفظ قاعدة باسكال اللي هي هذه. القوة الأولى على مساحة المكبس الأول تساوي القوة الثانية على مساحة المكبس الثاني. واضح؟ وأنت شوف شنو المجهول، بواسطة ضرب الوسطين في الطرفين طلع المجهول أو المطلوب من السؤال، عبارة عن 4 حدود لا غير. Variation of pressure with depth، تغير الضغط مع العمق. لما أنا أكون في سائل ما مثل غطاس غطس في البحر، أكيد كل ما ينزل أعمق كل ما شيء يصير ضغط أكثر عليه. لذلك يعني صعوبة أن يكون يغطس الغطاس إلى أعماق كبيرة بدون ما يستخدم أجهزة تنفس. ليش؟ لأنه يكون صار عنده صعوبة في ضيق في التنفس، ما يقدر يتنفس، يكون ضغط الماء يسلط عليه، أو ما يقدر يعني يستخدم أنبوبة عادية على الهواء بدون ما يكون مضغوط. هنا هذه الفقرة variation of the pressure with depth، هنحاول نحسب ايش قد تغير الضغط المسلط على جسم ما مع تغير العمق مالته. كل ما يكون اعمق كل ما يكون الضغط المسلط عليه اكثر. The water pressure increases with depth، ضغط الماء يزيد with depth. يعني لو انا عندي هذا الخزان يحتوي ماء، هذا الخزان لو سقمت من الاعلى راح تلاحظ انسياب الماء شيء يكون بالمطر، لكن لو سقمت نفس الثقب من الاسفل شو يصير؟ يطلع الماء بقوه. ليش؟ لان هنا صار الضغط اعلى. كل ما نزلت اعمق كل ما زادت قوه الضغط، لذلك يخرج الماء بانسيابيه اعلى. The water pressure increase with depth، however atmosphere pressure decrease with increasing altitude. عندنا شيئين هنا على سطح السائل، اكو ضغط هو الضغط الجوي، عفوا طلاب، لما يكون عندنا سائل في حاوية ماء أو وعاء ماء، لاحظ هنا
شو راح يكون؟ يكون على سطح مادة موجود بصورة عامة، هو الضغط اللي يسلطه، الضغط الجوي، عمود الهواء اللي يسلط عليه، الضغط الجوي. في الأسفل هنا يكون الضغط بسبب ما موجود من عمود السائل في هذه النقطة. يعني بهذه النقطة هنا حتكون عندنا ضغطين، الضغط ناقص وزن السائل، والضغط المسلط من الجو على السائل. هنا ال H هو ايش قد العمق او الدبث مال النقطة اللي احنا نقيس الضغط بيها. نلاحظ هنا كل ما اتعمق للاسفل راح يزيد ضغط السائل، بينما شيقل يقل الضغط الجوي، الضغط المسلط عليه. The water pressure increase with depth، ضغط الماء يزيد بالعمق مع العمق، بينما الضغط الجوي decrease with increasing altitude، كل ما زدنا العمق. It is for this reason that aircraft flying at high altitude must have a pressurized cabin. يكون لما تكون الطائرات تتحلق بارتفاعات عالية لازم تكون الكابينة مالتها مسيطر على الضغط بيها. Consider a fluid density of air at rest and open to the atmosphere as shown in figure 6. عندنا هذا الشكل يوضح لنا سائل كثافة رو موضوع في معرض للضغط الجوي اللي هي بي نوت. Let us select a sample of liquid contained within an imaginary cylinder of a cross-sectional area A. لو أخذنا مقطع أو جزء من هذا السائل اللي موضوع في هذا الوعاء مسلط عليه ضغط جوي، معرض للضغط الجوي فقط، افتراضيا أن مساحة مقطع هذه الأسطوانة من السائل A ويكون على عمق H من سطح السائل، على عمق H من سطح السائل، لنحسب أن الضغط على هذا الجزء من هذه السائل أو الأسطوانة اللي إحنا فرضناها، أن جزء من السائل مساحة مقطعها A وعلى عمق H من سطح السائل. The pressure exerted by the outside liquid on the bottom face of the cylinder is P. الضغط المسلط نتيجة السائل نفسه على سطح هذه الأسطوانة من السائل بهذا العمق H هو كان P. And the pressure exerted on the top face was الضغط المسلط على سطح هذا الأسطوانة الافتراضية هو الضغط الجوي اللي هو P1. Therefore, the upward force exerted by the outside fluid on the bottom of the cylinder is PA. الضغط المسلط من القوة المسلطة من السائل على سطح الأسطوانة هذه هتكون PA. و the downward هذه كانت إلى الأعلى. يعني السائل بيسلط ضغط من الأسفل على وزن هذه وجه هذه الأسطوانة اللي هو بيساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه في اي. ومسلط عليها ضغط أيضا من الأعلى هو شنو؟ هو الضغط الجوي في نوت. Downward force exerted by the atmosphere on the top is P naught Pa. P naught القوة المسلطة من الأعلى هي عبارة عن الضغط في المساحة، الضغط الجوي في المساحة. The mass of liquid in the cylinder is M تساوي rho في V. كتلة الماء هي عبارة عن كثافة في حجمها. وتساوي rho في الحجم شنو؟ مساحة مقطع السلندر A في طول السلندر اللي هو H أو العمق مالته. يعني صارت عندنا كتلة الماء هي rho في A في H. Therefore,
the width of the liquid in the cylinder وزن الماء اللي موجود بهذه الاسطوانة الافتراضية is mpg الكتلة في التعجيل الأرضي، كتلة الماء في التعجيل الأرضي، الوزن مالت الماء هيكون mg يساوي كتلة في التعجيل الأرضي. الكتلة هي عبارة عن قلنا rho في a في h في g. Because the cylinder is in equilibrium, one is cylinder يكون في حالة توازن، the rest force acting on it must be zero. لذلك مثل ما القوة المؤثرة عليها راح تكون تساوي صفر. إذا القوة باتجاه الواي راح تكون محصلتها تساوي صفر، اللي هي عبارة عن الـ PA الضغط الناتج من السائل على سطح الأسطوانة من الأسفل PA ناقص الضغط الناتج من الضغط الجوي على سطح الأسطوانة PA ناقص شنو وزن الجسم mg يساوي صفر. إذا بإعادة ترتيب هذه المعادلة وجدت أن الضغط المسلط على هذا السطح P يساوي P نوت زائد رو في جي في اتش. الضغط في هذه النقطة على هذا السطح مال الأسطوانة الافتراضية اللي تبعد مسافة اتش عن السطح راح يكون شو يساوي لنا؟ عبارة عن الضغط الجوي زائد وزن عمود السائل الموجود فوقها، وزن عمود السائل الموجود فوقها، وهذا شيء طبيعي حتى مجرد ما تم ضغط على الشكل. لما اقول لك احسب لي الضغط هنا سيكون عبارة عن وزن عمود السائل الموجود إضافة إلى الضغط الجوي اللي سلط عليه البي نوت زائد الرو جي اي. That is the pressure P at the depth H below the surface of the liquid open the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by an amount of rho g h. لذلك راح يكون الضغط في هذه النقطة اللي تبعد مسافة H عن السطح حيكون أكثر من الضغط الجوي بمقدار وزن عمود السائل هذا اللي هو عبارة عن rho في g في H. انت تحفظ لي بشكل عام ان الضغط في اي نقطة داخل وعاء راح يساوي الضغط الجوي زائد كثافة المائع الموجود وموجود في التعجيل الارضي في بعده عن السطح او عمقه. عندنا مثال. What is the pressure at the depth of 10 meters below the surface of a lake? Is get الضغط في نقطة بعمق 10 متر تحت سطح بحيرة ما. Assume that the pressure of air at the surface of the lake is 1 ضغط جوي 1 أتر اتموسفير. عندنا الضغط الجوي اللي هو بي نوت بطيك اياه واحد ضغط جوي شو يساوي لنا؟ واحد اتموسفير واحد في 10 قوة 5 باسكال. كثافة الماء رو هي 1000 كيلوغرام بالمتر المكعب والعمق هو ناقص 10 متر. نطبق المعادلة بي تساوي لنا بي نوت ناقص رو جي واي. ليش ناقص هنا؟ ليش ناقص؟ لانه العمق نحو الاسفل الواي سالبة. فراح نطبق المعادلة الضغط الجوي بعطيك اياه 1.1 ب 10 قوة 5 باسكال زائد 1000 كيلوغرام في المتر المكعب مضروبة في 9.8 اللي هو تعجيل أرضي مضروبة في شنو؟ 10 متر اللي هو الأمر. لذلك حيكون الضغط في هذه النقطة اللي هي بعمق 10 متر
تحت سطح البحيرة يساوي انه يعادل ضغطين جوي، يعادل ضغطين جوي 2 اتموسفيريك. دكتور بالقانون شالب وبالتطبيق موجب شنو؟ ما اعرف السالفه شنو. نعم، اي ليش دكتور؟ هو بالنسبة لو أخذ واي نحو الأسفل يعتبرها سالبة، لكن إحنا بالحقيقة بالنسبة للسطح إحنا ما نحتاج أن يكون سالبة، لأن الضغط ما ممكن يكون سالب. لأنه هو دكتور ماكو عمق للأعلى، العمق للأسفل يصير. أي نعم، لذلك هو مجرد توضيح انه واي ناقص 10 متر انه اسفل سطح البحيره، فقط التوضيح. أوكي. الواي هذه 10 متر معناها الى الاسفل، فقط للتوضيح انه اعتبر دكتور ممكن إعادة السطح. سريعة؟ اني هذا الشكل هي تهوى يعطيك السؤال نفسه، يقول لك احسب الضغط في نقطه ما في بحيره بعمق 10 متر، الـ H 10 متر. إذا كان الضغط الجوي مسلط على السطح هو 1 ضغط جوي. واضح؟ زد موجود في نقطة بعمق 10 متر أسفل بحيرة، داخل بحيرة. واضح؟ يعني الـ H 10 متر بتعطيني إياها. وكان الضغط المسلط على السطح هو الضغط الجوي الاعتيادي 1 أتموسفير. احنا قلنا 1 اتموسفير ضغط الجوي بالتطبيق لازم احوله علما الى باسكال او نيوتن على متر تربيع. واضح؟ لازم يتحول الى باسكال، ما ممكن تكتب لي 1 ضغط جوي صح، لكن ايش قد هذا قيمته؟ ايش كم باسكال؟ هو قلنا 1 ضغط جوي ايش قد يساوي لنا؟ 1 × 10^5 باسكال، كل اتموسفير 1 ضغط جوي يساوي 10^5 باسكال. عندنا كثافة الماء معلومة اللي هي 1000 كيلوغرام على متر مكعب، وعندنا العمق 10 متر. طبق العلاقة، الضغط في أي نقطة ما داخل سائل يساوي أن الضغط الجوي المسلط عليه ناقص رو في جي واي. هنا ابني في شو يساوي لنا؟ دكتور ماكو صوت.
Klavyeye, asif kapatı asfalt yükünün sayı net ben dair. Edne misal zani, 30 dakika şer adet of albatala 500 metre, biliyorum, usul fiyiz of olsun. Üzgüye de zarar, nokta ve amok albatala 500 metre, tahassada el-muhim. The maximum depth for which the DSB is certified, the density of seawater is 1025 kilogram al metre mukaab. عندنا المعادلة P تساوي P نوت ناقص رو في جي واي ضغط الجو معلوم 1.1 في 10^5 باسكال، هذا دائما هو الضغط الجوي إذا ما يكتب هالشكل، زائد كثافة ماء البحر، تلاحظ أكبر من كثافة الماء لأن الماء مالح، يكون كثافة ماء البحر أكبر من كثافة الماء النقي، تكون 1025 كيلوغرام على متر مكعب، مضروبة في التعجيل الأرضي، مضروبة في العمر. إذا هيكون إذا الضغط يساوي 4.54 في 10^7 باسكال. وجدنا الضغط في هذه النقطة من عمق البحر. مجرد تطبيق المعادلة. مجرد تطبيق للمعادلة. دكتور بس المثال اللي قبله نعم هذا دكتور عندي الضغط الجوي 1 أتموسفير حولت نعم للباسكال غير لازم الوحدات الأخيرة تطلع الضغط الكلي بالباسكال ليش خليتها أتموسفير 2 أتموسفير هو طلعت كيابي باسكال طلعت كيابي باسكال حولت هالباسكال بس غير لازم الضغط الأخير واحد يعني فاصل تسعة وتسعين في 10^5 باسكال 2 باسكال هذا الرقم ابني هذا الرقم اللي هو حوالي 2 في 10^5 باسكال طلع لي 2 في 10 باسكال 2 في 10^5 باسكال ايش كده يساوي كم قلنا كل اتموسفير يساوي لنا 1 في 10^5 باسكال عندي يعني يساوي 2 اتموسفير دكتور عادي بقي بالباسكال ما ارجع اخلي اخر شيء النسبه مالت الاتموسفير هو نفس الشيء ممكن نعم ممكن بس هو هنا ما بما نعطيكم اياه بالضغط الجوي حتى نعرف كمقارنه ضغط معناه انه يقول لك ضعف ضغط على السطح بالنسبة لعمق 10 متر داخل بحيرة مائية هيكون ضعف الضغط الجوي على سطح البحيرة فهمت شنو دكتور الواي هي مو نفسها اتش الواي هي مو نفسها اتش انه ما تكون عمق 10 متر نعم الواي هي نعم دكتور يعني دائما اذا انطانا ضغط بالاي تي ام نحول الباسكال قبل لا نبدا نحل اتركوا الطلاب للوضوح اتركوا العلامه السالبه اتركوا انه الاتش يكون بالاسفل سالب واتركوا المعادله بالسالب استخدم هذه المعادله مباشره بي تساوي بي نوت زائد رو جي اتش خلاص انتهى السؤال ما بي لا سالب ولا موجب واضح طلاب طبق المعادله مباشره الضغط الضغط في نقطة ما داخل بحيرة أو بحر يساوي الضغط الجوي زائد وزن عمود الماء في تلك النقطة اللي هو جيد كثافة الماء في التعجيل الأرضي في العمق واضح؟ كلش بسيط أنت مجرد ما تحسب الضغط هنا يعني أقول لكم هذه النقطة أنت شنو الضغط اللي وصلت عليك؟
هو الضغط الجوي زائد شنو؟ وزن شنو؟ عمود الماء اللي فوقه. واضح؟ نعم اترك السالب، اترك هذه المعادلة بالسالب، استخدم P تساوي نتينو زائد رو جي اتش. طلاب هسه طبق هذه المعادلة، P تساوي نتينو زائد رو جي اتش بالمثال الثاني هذا. P هي الضغط الجوي ومعلوم 1.1 في 10 اس 5 باسكال، زائد شنو؟ رو كثافة ماء البحر اللي هي 1.1025 كيلوغرام بالمتر التكعيب، مضروبة في العمق اللي هو 4500 متر، مضروبة في التعجيل الأرضي. واضح؟ الضغط الجوي على السطح زائد وزن عمود السائل في عمق 4500 متر، راح يطلع لي ايش كم باسكال؟ هذه 4.54 في 10 اس 7 باسكال. ايش قد تطلع كم ضغط جوي؟ مين يقدر يطلع لي اياها؟ شو يسوي؟ طلاب تسمعوني؟ طلاب نعم دكتور نسمع. نعم دكتور. اي دكتور. عندك وجدنا الضغط بالباسكال في نقطة بعمق 4500 متر داخل سطح البحر. طلعناها بالباسكال. أريد ايش كيف ضغط جوي تعادل؟ نقسمها على واحد يوسف بوينت محمد. صفر واحد. اي ايش قد؟ في 10 في 10 سبعة اس 5 اس 5 10 اس 5 هذا كل واحد ضغط جوي يساوي 1 في 10 اس 5 باسكال. اذا هذا الرقم اقسمه على هذا راح يطلع لي كم ضغط جوي مثل ما سوينا هنا. دكتور 1.99 في 10 اس 5. نعم يطلع ننقسم يطلع لنا بلو اتموسفير. اي يطلع لنا كم ضغط جوي؟ انت لاحظت هنا على عمق 10 متر طلع 2 ضغط جوي، يعني كل 10 متر بيزيد الضغط جوي ضغط جوي واحد، يعني هي تقريبا 45 مره قد الضغط الجوي داخل البحيره. وهذا العمق لما يكون تبعه حيطلع دكتور تقريبا 45 مره اكبر من الضغط الجوي. دكتور اترك الرابط سؤال مع طلاب تسجيل على هذه الحضور المحاضرة موجود؟ اليوم. نعم الرابط مع تسجيل الحضور موجود. نعم يعني نشرته؟ نشرت. نعم اوكي. سجلت حضور طلاب. لا لا هسه راح نسجل. قبل ما ابتدي بالمحاضرة ب10 دقائق نشرت الرابط مع الحضور. واضح طلاب هذه اليوم مع عن الضغط الجوي وعن المواقع؟ طبعا الموضوع طويل جدا وبيكفي تفاصيل، لكن احنا ما نقدر نعطيها محاضرة واحدة، واختصرتكم الاشياء المهمة. دكتور نعم امتحان الشهر هم يجي منه مسائل؟ اكيد طبعا. مسائل وهم الوقت مسائل الساعة؟ الساعة؟ الوقت الساعة. نعم ايه يا دكتور هذا شروط الامتحانات، هذه كل امتحان وقته بالشهر يكون ساعة على تحدي الوزارة أو الأستاذ يحدد حسب الأسئلة. لا بدي يكون الامتحان يتضمن كل شيء، اختيارات صح وخطأ، حل المسألة، إجابة، تعليم، كله ممكن يكون وقائي. دكتور بس دير بعد من الأسئلة
الله كريم، انت اقرا زين دكتور حياة بس تكون محاضراتك. مو مطولة. لا مو مطولة، اكيد مو مطولة، الوقت يكفي، متأكد الوقت يكفي، نص الوقت بعد اغلبته بيقدر يحل اسئلتك. تمام دكتور دكتور، احنا شكرا جزيلا. جربناها بالامتحانات، بقي ساعة ما كفت مواضيع لنا يعني، طلاب وانا ضاري. دكتور يعني حتكون بها ارفاق؟ اي نعم يا رفاق، ملف تعلمت كيف تفك ملف ولا؟ نعم نعم دكتور، بس احنا مو المشكلة بالامتحان، احنا المشكلة عندنا يعني الوقت، انه ما يكفي الوقت عندنا. اي دكتور، يعني احنا راح نرفق نحل